السلام عليكم. بلدنا جميلة بشبابها المبدعين، ومصر حقيقي ولادة وما بتخلص، الإبداع فيها ما بيخلص، والموهوبين الحقيقيين اللي بجد ما بيخلصوش. 2 شباب كده من ولادنا عرفناهم من خلال فيديو صغير على السوشيال ميديا. كانوا بيغنوا، مفيش حد يسمعهم غير لما يقول الله، اسم الله، ايه الامارات دول. انتشروا بشكل كبير جدا جدا وبشكل يفرح، لانهم فاهمين يعني ايه فن اصيل. ربنا مديهم اصوات من السماء تفرح كده لما تشوفهم وتحس انهم ولادك ولازم تدعي لهم. فاتشرفت بواحد منهم من حوالي سنه كده، وكان المفروض التاني يبقى معانا بس كانت حاصله ظروف فما قدرش يجي، وانا كان عندي اصرار ان انا اقابلهم تاني واقابل كل الموهوبين الحقيقيين. النهارده بقى متشرفه وفرحانه جدا بوجود ولادنا الجدعان الامارات المبدعين، الاستاذ كريم حراجي. يا اهلا وسهلا، ازيك يا كريم؟ الحمد لله تمام والله، وحشتني يا ابني جدا. وانت كمان يا فندم، وفرحانه بكل الخطوات الحلوه اللي بتعملها. ربنا يخليك وربنا يسعد قلبك. امين الله يخليك. ومعايا بقى ابننا الجميل الواد الصعيدي اللي صوته يعني يسلطن، اسم الله عليه. ده ما كانش معايا قبل كده بس انا فرحت قوي اول ما شفته كده وانبهرت، لان اول مره اشوفه. ابننا الاستاذ اسلام فاروق. الله يخليك. يا اهلا يا اسلام. اهلا بيك. ايه الامر ده؟ اسم الله عليكم يا حبايبي، ربنا يحميكم. قبل ما نبتدي انا عايزه ابارك لكريم فاروق العريس، اخو اسلام، هو لسه عريس جديد. ويعني يا كريم انا ببارك لك من قلبي، لان انت كمان صوتك جميل يا حبيبي، بس يعني ما اتشرفتش بمقابلتك بس سمعتك، فربنا يكرمك ويسعدك بعروستك ويرزقكم كده بالذريه الصالحه. الف بركه، ولو اني ما اتعزمتش على فرح بس مش مشكله. ربنا يحفظك. قبل ما نتكلم في اي حاجه في الحياه انا عايزه يعني انبسط، فاللي انتوا عايزينه قبل ما نبدا كده باي حوار عايزه اسمعكم. يلا بينا نغني اللي يعجبكم. ليه عشام وياك يا جميل، انبحت بالسر تصونه، مكتوب عليا حبي واميل، وحبيبي وحشان عيونه. ليه عشام وياك يا جميل، انبحت بالسر تصونه، مكتوب عليا أحب وأميل، وحبيبي وحشاني عيونه. يا هل ترى يرضيك من بعد ما جيتك، أخدك نصير وسند ليا، تخلف رجايا فيك. انا ياللي حبيتك من كتر ما تحبك هي، اشرح لها حالي، اوصف لها حبي، حلفها بالغالي، يوصف ده انا قلبي، يمكن تواسيني. لا 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 في كويتي ونوحي، هي ضياء عيني، هي منى روحي. ليا عشام وياك يا جميل، انبحت بالسر تصونه، مكتوب عليا حبي واميل، وحبيبي وحشان عيونه. اسم الله على الحلوين، اسم الله عليكم. ايه الصوت الحلو ده؟ والنبي بتفرحوني وتحسسوني ان الفن بخير. يعني انتوا سنكم من جيل الشباب بس بتغنوا لون اصيل، واسم الله عليكم. انا معرفش انتوا دارسين ولا لا بس انتوا مظبوطين وكأنكم ذاكرين علم الموسيقى العربية. يعني أنا مش بفهم فيها قوي، بس أنا وداني متسلطنة. ربنا يخليك يا رب. عرفوني عليكم بقى، يعني أنتوا مين واتقابلتوا إزاي؟ وفكرة الفن دي طقت كده في دماغكم إزاي؟ موضوع كبير وحاجة تانية بقى كمان. لا بس لا، مش هقول ده غير بعد ما تقولوا لي أنتوا مين أساساً. فمين يبتدي؟ ابننا أي حد. اتفضل. لا إسلام اتفضل. أنا في البداية أصلاً هوايتي، أنا في الأصل أنا عارف إن أنا بغني، بس ما كنتش بغني. أنا في الأصل حلم حياتي كنت أكون لاعب كورة وبتاع وكده، كورة يعني زي كل الولاد اللي في سنكم. بس لما اتقابلت أنا وكريم بالصدفة كده، عملنا فيديو صدفة. أصلاً إحنا اتقابلنا صدفة وغنينا مع بعض صدفة. يعني أنتوا مش أصحاب من وأنتوا أطفال صغنانين؟ لا، هو من الأقصر وأسوان، هو من الاتنين، وأنا من أسيوط. يا حبايبي. فإحنا اتقابلنا هنا في القاهرة بالصدفة، واللي جمعنا الفن يعني. أيوه. فاتقابلنا وعملنا فيديو كده. ايوه، اللي هو اشتروني. ما كانش كان يا مكان؟ لا كانش ده كان يا مكان. دي اول حاجه انا سمعتها، وسمعتها عند مين؟ عند حبيبتنا اختنا وبنت استاذنا العظيم برضو سيد مكاوي، اميره. طبعا لازم نغني له برضه. وانا اول مره اشوفكم كان عندها على صفحتها طبعا، وقلت يا بنت اللذينه جايبه الامارات دول منين؟ دي معانا. مش عايزه اقول لكم انتشر بقى كمان نار في الهشيم الفيديو. صحيح. وكنت فاكره ان انتوا اول مره دول، انتوا اول يعني حاجه تعملوها. هي لغايه دلوقتي معانا على طول، بتشجعنا في كل حاجه طبعا. بس كان الاستاذ وائل نجار، كنا في مسابقه وطلعنا احنا وطالعين غنينا اشتروني برضو للست ورده. طب يلا بينا يلا بينا. معلش انا طلعت في الغنى، مش عايزه اتكلم، انا عايزه اسمع بس. اشتروني واعرفوا قيمة غلاوتي، واسمعوني يا اللي مش عارفين حكايتي. اشتروني واعرفوا قيمة غلاوتي، واسمعوني يا اللي مش عارفين حكايتي. بالكلام الحلو ترجع لي ابتسامتي، ده الزمان والحب ياما توهوني. صدقوني النهارده انا بين ايديكوا، صدقوني صدقوني النهارده انا بين ايديكوا، صدقوني. بس بكره هتدوروا مش هتلاقوني، صدقوني بكره هتدوروا مش هتلاقوني. الله 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 الله. لا ما تسيبوش المايك، استنوا. أنا نفسي معلش يعني أسمع حتاية من كان يا مكان. أنا آسفة بس يعني بصوا أنا ماليش دعوة، أنا يعني مش أنا بس، الحقيقة كل الناس. كريم عبد العزيز وسليمان عيد من كتر برضه إعجابهم عملوا قلدوكوا أنتوا الاتنين. فعلا. وأعتقد تواصلتوا معاهم. صح؟ حبايبنا. طيب نشوف تواصلتوا معاهم إزاي، بس نسمع والنبي حاجة. ليلي ليلي يا عيني يا ليلي يا ليل، كان يا مكان 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 يا ليل، كان يا مكان كان يا مكان. الحب مالي بيتنا ومدفينا الحنان، مدفينا الحنان. كان يا مكان الحب ومالي بيتنا ومدفينا الحنان، ومدفينا الحنان. زرنا الزمان سرق منا فرحتنا، والراحة والأمان، الراحة والأمان. حبيبي كان هنا مال الدنيا عليا بالحب والهنا. حبيبي يا أنا يا نسيت من أنا الحب اللي كان اللي نسيته أوان من قبل الأوان نسيت اسمي كمان نسيت يا سلام على غدر الإنسان والله زمان يا زمان والله زمان يا هوا زمان والله زمان يا هوا زمان والله زمان زمان يا هوا زمان والله زمان زمان يا هوا زمان. يا جمالكم يا جمالكم، عارفين وانتوا بتغنوا حياة ربنا انا شايفه كده، شايفاكم انتوا الاثنين على مسرح كبير جدا جدا، ديكورات عظيمه، اضاءه ما حصلتش، ولابسين بدل سموكينج كده جميله، كل وشها حلو علينا يا رب دايما بتدعي يا رب يا حبايبي والله ربنا يكرمكم، يعني انتوا تشرفونا. واوركسترا بقى فظيعه، بتغنوا بقى في الاوبرا، مهرجان العالمين، ان شاء الله اي مهرجان بره مصر كده تشرفونا ان شاء الله ان شاء الله. يعني كلمه في حقك انت عاملها والله، بتشرفينا وربنا يخليكم انتوا. والله انا بشوفك اختنا الكبيره، انا ابني قدكم، يمكن ابني اكبر كمان، بس بجد والله يعني حضرتك يعني ما فيش حد، يعني كل الناس اجمعت على حبك اقسم بالله. بنت البلد بقى سبحان الله بجد، يعني مش كلمه كده في برنامج بنت البلد وخلاص، لا يعني فعلا حد جميل وكل الناس بتشكر فيه والله، كتر الف خير. هو الفقره خلصت، بس انا ليا رجاء بقى عند كل اخواتي اللي بيشوفونا واولادهم واصحابهم، ندخل على صفحه القناه ونشير فيديوهات حبايبنا ولادنا اسلام وكريم، لان دول اللي يستاهلوا نقف في ظهرهم لمصلحتنا، لأن دول واجهة مشرفة للفن المصري والفن المحترم الراقي والشباب الحلوين قوي. حبايبي أنا متشرفة بيكم ومتشكرة لوجودكم والله، كان نفسي الفقرة دي نفضل قاعدين كده نغني للصبح. الله يخليك. تعيشوا وتتهنوا وتسعدونا بإبداعكم وتشرفوا مصر ان شاء الله. احنا اتشرفنا بوجودنا معاك والله، اتشرفنا بوجودنا طبعا على قناه TeN طبعا. ربنا يسعدكم يا حبايبي ودي هتبقى بداية الانطلاق ان شاء الله دايما يا حبيبي منطلقين ان شاء الله، وعفروا ولا يصح الا الصحيح ان شاء الله يا حبيبي ان شاء الله. للاسف الفقره خلصت، استنوني الفقره الجايه ان شاء الله تعجبكم.